بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي وجعله قوام الحياة للأنام والدواب والنبات. سبحانه لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، إن الدين الإسلامي الحنيف دين الدعوة إلى السلوك القويم والتعامل مع الله بالقلب السليم. هذا الدين مبني على أسس من الأخلاق المتينة، ومن أركانها شكر النعم كل النعم، ومنها نعمة الوجود ونعمة الإيمان ونعمة الصحة ونعمة الرزق ونعمة الأمن وغير ذلك مما هو هبة من الله تعالى وعطاء. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من النعم العظمى التي أنعم الله بها على عباده والتي تستوجب الشكر الدائم بالمحافظة عليها نعمة الماء. قال سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء معجزة ربانية وينبوع الحياة وسر الوجود وروح الحضارة وسيد الشراب وعنصر أساسي في تكوين الكائنات الحية وعامل جوهري لكل نشاط اقتصادي يشكل حجر الزاوية لكل تنمية اجتماعية واقتصادية للبلاد. فهو الذي يحيي البلد الميت فيسري في العود ويشع في الجو ويدب في الأجسام وينشأ عنه بعث ونشور. يقول الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقال عز من قائل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والملاحظ أن لفظ الماء في القرآن الكريم ورد في 63 موضعا، معظمها ذكر في السور المكية في نحو 48 موضعا، وهذا في حد ذاته دليل على أهمية الماء في جدل القرآن مع مخالفيه. وقد اعتنى الفقه الإسلامي أيما اعتناء بموضوع الماء، حيث تناول الفقهاء كثيراً من القضايا المتعلقة به، سواء تعلق بأنواع المياه والقواعد المتعلقة باستعمالها والانتفاع منها، غير أن من أهم الأمور في موضوع الماء أخلاق التعامل الفردي مع الماء
وقاعدة الأساس في هذه الأخلاق تقوم على ضرورة تجنب الإسراف والتبذير. فالمؤمن يتميز بضمير حي حاضر يحاسبه في كل وقت. فلو أخذنا مثالا وحيدا وهو استعمال الماء في الوضوء، لوجدنا أن الإكثار من صب الماء مكروه، فما بال الإسراف في أنواع أخرى من الاستعمال. قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عباد الله، إن الإسلام يوجب علينا المحافظة على نعمة الماء وشكر الله تعالى بعدم تبذيرها لما لها من دور استراتيجي في التنمية الشاملة، وهذا ما جعل بلادنا تولي تدبير المياه أهمية قصوى، حيث نهجت سياسة مائية اتسمت بالاستشراف والاستباقية من خلال إنجاز بنية تحتية مائية مهمة مكنتها من ضمان حاجياتها من هذه المادة الحيوية، وذلك في ظل عدم انتظام الموارد المائية في المكان والزمان. فقد شهدت بلادنا خلال السنوات الأخيرة ظروفاً مناخية صعبة اتسمت بانخفاض ملحوظ في التساقطات، مما أثر سلباً على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود. وفي هذا السياق يسجل التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز السياسة الحكيمة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه فيما يتعلق ببناء السدود من أجل تحقيق الأمن المائي لهذه الأمة. وقد واصل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله نهج هذه السياسة الرشيدة والخطة المتبصرة الحكيمة، حيث يؤمن الموارد المائية للأجيال الحاضرة والمقبلة. وتنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا أمير المؤمنين الذي ما فتئ يولي الماء بالغ اهتمامه، أصبح لزاماً تكثيف التواصل والتحسيس حول الوضعية الراهنة للموارد المائية الوطنية، بغية ضمان انخراط المواطنين والمواطنات في المجهودات المبذولة للحفاظ عليها. هذا الانخراط لن يكون فعلياً إلا بتبني المواطنين والمواطنات لسلوكيات إيجابية تجاه الماء تعتمد الاقتصاد في الاستعمال وترشيد الاستغلال، مع التحلي بالمسؤولية تجاه هذه المادة الحيوية. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وجعلنا من الشاكرين لأنعمه وآلائه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الأرض والسماوات العلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله وصحبه المهتدين وعلى من سار على نهجهم وهديهم إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، الماء من أعظم وأجل نعم الله على خلقه، وذهابه انتهاء للحياة، وتبذيره سلوك مذموم، وخزنه أمر مطلوب، وترشيد استعماله واجب ومحمود. وإن الاقتصاد في الماء أهم من الاقتصاد في غيره، إذ عليه يتوقف كل شيء في الحياة، والناس عاجزون عن صنعه بل وحتى عن استيراد كفايتهم منه. ولذلك يتوعد الله من لا يقدرون قيمته بقوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
فإن لم نقتصد فيه صار غورا لا يدرك إلا بالحفر في الأعماق. أيها الناس، اقتصدوا في كل شيء، فإن الاقتصاد أخلاق والأخلاق إيمان، ومن لم يقتصد عرض نفسه لأن يكون من الذين لا يشكرون نعم الله، ومن ثم يعرضونها للزوال. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، والمد ملء اليدين المتوسطتين. وإذا كان الاقتصاد في استعمال الماء في العبادة مطلوبا، فالاقتصاد في غير العبادة أولى وأحرى. معشر الصالحين، إن الإنابة إلى الله واتباع أمره ونهيه والرغبة في رضوانه واتقاء عقابه والعض بالنواجذ على شريعته كلها عوامل تحرك الكون بحارا وغيوما ورياحا لصالح الإنسان. فتجول السماء بماء طهور عذب فرات، مصداقا لقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فاللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين ومن الأوابين المستغفرين، واحشرنا في زمرة من قلت فيهم وقولك الحق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاللهم أدم علينا نعمك واحفظها من الزوال، واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. وانصر اللهم مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، صاحب الجلالة الملك محمدًا السادس نصرًا عزيزًا تعز به الإسلام وتجمع به كلمة المسلمين، واحفظه بما حفظت به السبع المثاني والقرآن العظيم. وأقر اللهم عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، واحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. اللهم تغمد بواسع مغفرتك ورحمتك ورضوانك الملكين الراحلين مولانا محمدًا الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم أكرم مثواهما وطيب ثراهما وارفع مقامهما في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم، السلام عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العظيم الكريم وإفضاله ورضا أصحابك يا رسول الله، فاتح للوالدين والشياخ والمحبسين وكافة المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم مولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.